السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في عمق الحدث. سأغوص أنا وأنتم في هذه الحلقة في وزارة ضسمت لنفسها مجموعة من الأهداف الكبيرة جدا، بها يمكن تحريك عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية وعجلة المجتمع بكاملها، بل أن من أهدافها التي وضعتها أنها تحاول مكافحة الفقر والتقليل من نسبة البطالة وإيجاد رغد من العيش وإيجاد رافد لمجموعة من الشباب ومجموعة من طاقات المجتمع للحصول على كفاءة وعلى قدرات متميزة وعلى إعادة تأهيل لهؤلاء الشباب واستقبال ما نسبته أكثر من 15% من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، بينما الواقع يشكي ويقول كلاما آخر غير المكتوب وغير المؤمل. واختزلت هذه الأشياء كلها في مجموعة من المشاريع، وللأسف كثير من الوزارات التي التقيت بها وإذا بها انقلبت من استراتيجيات إلى مشاريع، مشاريع لا أدري هل لأنها ممولة مدفوعة مسبقا، لا أدري لماذا تموت هذه الأهداف. ماذا تحقق من هذه الأهداف التي كانت تصبو إليها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني؟ من استراتيجيات التي وضعتها أنها تصل إلى عام 2014 وقد أوجدت أكثر من 219 معهدا متخصصا في الزراعة والصناعة وغيرها. ماذا حقق من ذلك؟ لماذا المواطن أو المغترب اليمني يخرج من هنا لا يحمل شيئا من الطاقات أو من الكوادر أو من المهنة المؤهلة كغيره من الذين يغتربون في بلاد النيبال أو بلاد فيتنام أو الفلبين أو بنغلاديش، يذهبون وقد حصلوا على مجموعة من الدورات التي تؤهلهم للعمل في بلاد الغربة؟ أعلم أنني أطلت في هذه المقدمة، لكن لأن الوزارة ملفاتها كثيرة وضيفي يضحك وأنا أتقدم بهذه المقدمة باسمكم جميعا، يسعدني أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء سعادة معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان. حياكم معالي الوزير. الله يحييكم، شكرا جزيلا على استضافتنا في هذا البرنامج الذي أتمنى أن يكون مثمر وناجح بإذن الله، بوجودكم بإذن الله تعالى. ما أدري، لعلك المقدمة هذه أراك وأنا كأني أقول بعض هو أسهبت في توصيف السلب، لكن هناك بعض إشراقات كان يجب التركيز عليها. أنا سأترك لك المجال معالي الوزير. أنا اطلعت على بروشوراتكم، أدبياتكم، على خطتكم الاستراتيجية، على أنا أعلم أنني لن أحملك فوق أنك على هذه الوزارة شهرين تقريبا من يوم شكلت هذه الوزارة، لكني في الأخير أتعامل مع وزارة يعني وأنا أريد إنجازات بغض النظر. وهذه الظاهر هي مشكلتنا في اليمن، أن الوزارات تتمحور حول الشخص. نحن في الدولة المدنية الجديدة التي يتكلم الكل، لا نريد أشخاص بقدر ما نريد مؤسسات. معالي الوزير، يعني وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اسم كبير جدا، وأضيف إليه مرة العمل ومرة يخصم منه العمل ومرة التأمينات ومرة وكذا، ومن أهدافكم يعني تقليل من نسب البطالة، تقديم كذا، ماذا حققتم؟ يعني هذا هو سؤال للإجابة عليه بحاجة إلى وقفة تأمل مع الماضي. ماذا يعني الماضي بالنسبة لنا نحن؟ هذا الماضي الذي نرثه اليوم، يعني كيف كان ماضي متشاكل، ماضي سلس؟ في تصوري أن هناك الكثير من العقبات التي حالت دون وصول المجتمع اليمني والمواطن اليمني إلى تقدير مثل هذا الجهد. بالأساس أنشئت الوزارات بما فيها وزارتنا نحن التعليم المهني، ليس بهدف إنتاج النوعية المتميزة للإنسان اليمني. على أهمية الوزارة هذه، هذه الوزارة هي التي تنتج الطبقة الوسطى، الطبقة الرافعة المجتمع التي تبني المجتمع. مشكلتنا نحن أن ثقافتنا الاجتماعية ما تزال تحتقر المهنة ولا ترى في الفني أو التقني إلا مجرد إنسان تعثرت به الحياة فلجأ إلى هذا الحقل من حقول العمل، في الوقت الذي المجتمعات الأخرى تقدر هذا النوع من العمل تقدير عالي وعليه تعتمد في بناء مجتمعاتها. إحنا لو أخذنا اليابان، سنعود للوزارة، لكن لو أخذنا اليابان، اليابان لا تمتلك من الموارد مثل ما نمتلك نحن. اليمن لديها من موارد البحرية والبرية والإنسانية، يعني في طور البناء الإنساني، لكنها اعتمدت على بناء الإنسان، وهذا هو وظيفة ودور الوزارة، تبني الإنسان
الإنسان القادر على الوفاء بمستلزمات العصر وحاجة الزمن الذي نعيش اليوم. الوزارة كما قلنا محكومة بماضي، هذا الماضي كان يستجيب لشروط لا تنسجم تماما مع متطلبات العصر، كان يستجيب للشروط الذاتية، شروط المصالح والمنافع الشخصية والمتمحورة حول القوى الضيقة، القبيلة، العشيرة، الفرد. كان الهدف من أي إنشاء لأي مؤسسة هو الربحية ومدى تحقيق هذا النفع للشخص. الشيخ يربح، الوزير يربح، المسؤول يربح. نحن نريد أن ننتقل من هذا الماضي بتلك الصورة القاتمة إلى مستقبل أو حاضر مشرق إلى حد ما. هاي الوزير وزارات سنأتي إليها سنأتي. أنا أقول أن هذا الحاضر بحاجة لأن يسبك، بحاجة لأن ترتب أوضاعه بحيث نتخلص بالتدريج من شوائب الماضي، من هذه الآثار السيئة اللي ورثناها نحن. نستطيع عبر تضافر الجهود، نحن نريد أن نؤسس مؤسسات تبني على الماضي، يعني لا تقطع مع الماضي. للأسف الشديد تاريخنا نحن يقوم على القطع والقطيعة، كلما جاء وزير أو كلما جاء رئيس أو كلما جاءت دولة أبادت كل ما كان في الماضي وبدأت من الصفر. نريد نحن نؤسس لعلاقة تكاملية، علاقة تواصلية مع المستقبل، بين الماضي والمستقبل. أنتم الآن عندما خرجتم في هذه الثورة أردتم الفكاك من الماضي؟ لا لا لا، مش ليس الفكاك بمعنى القطيعة. نحن نريد الفكاك بمعنى التجاوز. نحن نريد نمارس حقنا النقدي في تجربة الماضي، هذا الماضي ماذا كان، وبالتالي كيف يجب أن يفهم حاضرا ومستقبلا. طيب معالي الوزير، ولو قطعتك أنا يعني سامحني في ذلك، من أجل فقط أنت ذكرت كلام حقيقة كله جميل، لكن ذكرت أن الإشكالية نحن نعيش في مجتمع خلاف المجتمع الياباني الذي يرى الاستثمار في الإنسان، وأنت تقول هنا أن النظرة إلى 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 هذه الطبقة الوسطى من قبل المجتمع نظرة دونية. أنتم زدتم فوق الطين بلة، يعني أقصد سامحني في ذلك. نحاول أنا يعني ترى مشكلتي أني أنا كذا أسأل كذا أجرح لكني بهدوء، يعني بلا غير. يعني ماذا أقصد في ذلك؟ يعني إذا كانت نظرة المجتمع إلى هذه المهن نظرة دونية، أنتم كيف رفعتم من يعني أنتم حقيقة لم تقدموا شيئا لهذه المهن؟ لا، هذا معطى ورثناه نحن في ثقافتنا العربية والإسلامية. شوف المهنة هي ما يحتقر بالأشغال، ما نظر لهذه النظرات، ما يحتقر بالأشغال، لكن نحن نريد أن نغير هذه الصورة. نريد أن نمكن هذا الإنسان من اكتساب ثقة أولا بنفسه بذاته، عندما يقدم على التحصيل العلمي نريد فعلا أن يقبل عليه بكل شغف. في مثل صيني يقول إذا جهز التلميذ والطالب حضر المعلم، إذا الطالب غير جاهز للتحصيل العلمي والله لو جبت يعني أساتذة الطلاب جاهزين لك ما فيش مدرسة ولا كتب. لا لا، الطالب حتى يجهز بحاجة لأن تتوفر عناصر وعوامل التجهيز له. يعني هذا الطالب الذي يأتي متعب منهك، حتى نظرة المجتمع إليه نظرة دونية، كيف نحن بدورنا نعيد إليه الثقة بذاته؟ من هنا كان لدي اليوم لقاء مع مندوب البنك الدولي. للأسف الشديد، وهذه ملاحظة نحن أبديناها له، قلنا له أن في الماضي كان التركيز يتم حول يعني ما يسمى المكونات، اتفق على أن تكون هي المكونات الثابتة في العملية البنائية للطالب، اللي هي المنشأة، المعدات، والأستاذ. تمام، نحن نريد أن نضيف الطالب إلى هذه المكونات، العملية كاملة، بحيث يكون للطالب هذا وجود حضور في وسط المكونات التعليمية هذه. أيضا يجب أن نجد نحن الطريق الذي يمكنه من نفاذ المجتمع بحيث يتحول إلى عضو ناجح، عضو عامل في المجتمع، يرفع من سوية وشأن مجتمعه.
ومجتمع أيضا يقدر الخدمات التي يقدمها هذا الطالب. أنا 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 حقيقة ترى مرتاح لهذا الكلام. أنا وسادة المشاهدين لا شك مرتاح ولا مش مرتاح؟ لا مرتاح جدا جيد. بس المشكلة لا أرى واقع. أنا أرى تنظير باز. إذا احنا تحدثنا عن شهرين يعني ما لا بس الوزارة يعني الوزارة معي الوزير أنشئت تقريبا إنشائها الفعلي ببداية الوحدة اليمنية تقريبا من 2000-2001. ما قبل كانت لها مسميات هنا ولها مسميات. ثم أنشئت من 2001. يعني أنا أتكلم تقريبا إلى الآن عن 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 يعني عن فترة زمنية ليست سهلة. يعني ماذا يعني بعيدا عن الجانب الجمالي هذا والصورة التي رسمتها لنا، ما هي الأرقام؟ شوف أنا بدي أعمل مداخلة هيك شبه جادة، مش جادة لكن شبه جادة. تفضل. شوف سويد أفلاطون قالوا له ما الثورة؟ أنا خايف أنك تجزعني. لا أبدا أبدا. قال له ما الثورة؟ قال لهم الثورة تغيير القانون. نحن حتى اليوم ما زلنا نعيش بقانون الماضي. القانون هو الذي ينتج الثقافة، لأنه هو الذي يؤطر علاقات الناس، وهو الذي يضفي على تفاهم الناس مع بعضهم البعض الصبغة المشروعية. هذه القوانين ما تزال هي القوانين الركودية السابقة التي ما زلنا نحن نعمل بها. أنت طبعا لا تقصد القوانين المكتوبة، تقصد القوانين المعمول بها. القانون حتى المكتوبة. أنا أعطيك مثال، أنا حاولت وما أزال أصارع أيضا في محاولاتي من أجل إقصاء بعض العناصر التي لا تستجيب أو لا تنسجم مع تطلعاتنا نحن. جميل. في الوزارة إيه، وهذا شوف تحقق إجماع بأنه هذه العناصر بحاجة لأن تغير، لكن مشكلة أن القوانين الوضعية هذه القائمة هي التي تعترض لأنها تتنافى مع طبيعة القانون. هل القانون يقول أن يبقى فلان؟ طبعا، لأن هناك إجراءات تخضع لأمزجة وتخضع لتعرف علاقات هي التي تلوي ذراع القانون هذا بما ينسجم مع مصالح يعني هذا الشخص. يعني هل أفهم أن هنالك قوانين فصلت عند يعني شوف، ولهذا بقول القانون التغييري الذي جئنا نحن به بحاجة إلى الحركة التغييرية أو الثورة التغييرية، بحاجة إلى قانون تغييري، قانون يملك الحرية في أن يغير هذا الواقع ويعيد إنتاجه وترتيبه بما ينسجم مع تطلعاتنا نحن. لكن إذا ظلينا نحن أسرى القانون السابق ما حنقدرش نعمل شيء. يعني أنت تريد تقنعني أنه يا أخ محمد لا عاد تسألنيش في 2014 لا يسأل أنه 2019 معهد هذا يعني لا تسألني. لا أريد أن أضفي بعض المشروعية للناس في المجتمع اليمني كي يقفوا إلى جانبنا عندما نطالب بتغيير هذه القوانين. لكن ينبغي أنكم تضعوهم في الصورة. ما الذي أعاقكم من تحقيق هذه الأهداف؟ كما ذكرت هذه القوانين جزء منها هذه القوانين. الجانب الآخر هي التركيبة الذهنية المجتمعية. نحن إذا تصورنا بأننا قد أنجزنا ثورة إحنا يعني نجافي الحقيقة. ما تزال الثورة كل هذا وما نجستوش حاجة. لا ليس هناك من ثورة. شوف في مثل ألماني يقول إذا 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 رتب للثورة وحدد لها موعد وأهداف فهي ليست ثورة، هي كل شيء آخر إلا أن تكون ثورة. الثورة عادة تكون بدون أهداف وبدون موعد. لا الثورة هي حالة احتقان، حالة احتقان يتأجج في ضمائر الناس وفي يعني أحشاء الناس، ثم فجأة بدون موعد ودون تحديث موعد مسبق تنطلق الجماهير إلى الساحات. وانطلقت الجماهير. عندما تنطلق الجماهير إلى الساحات لا يسأل أي من الموجودين في الساحة جاره من أنت ولا من أين. شوف وتتحرك هذه الجماهير كلها وكأنها جسد واحد. في لحظة معينة تراوح في المكان، في لحظة معينة تبقى تراوح في المكان، يسموها عنق الزجاجة، لا تتمكن هي من النفاذ. في تلك اللحظة يبدأ الجار يسأل جاره أنت شو اسمك وأنت منين. طيب يعني هنا تبدأ المعارجات الأخرى في الأحشاء اللي ذكرته. يعني ما الذي أوصل الدكتور إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلا هذه قولوا تقسيم العمل معك تقسيم العمل. لذلك أنت وصلت إلى قمة هذه الوزارة. الله يخليك. وأنا أريد أنا والناس أن نسأل يعني الأهداف التي أسست من أجلها في قراءتك أنت استلمت هذا الملف، هل ترى أنها حققتها الوزارة طيلة الفترة الماضية؟ لا، هناك الكثير من العثرات. والأغرب في الأمر أني وجدت أن بعض الأجانب اللي زاروني يشاطرون الرأي بأن الوزارة هذه لم تقم بواجبها. يعني كثير من السفراء وكثير من المنظمات التي التقيت بهم وتحدثت على استحياء معهم حول الماضي
كانوا أكثر صراحة مني في إبداء الرأي بأنه فعلا يعني ما حققت الوزارة هذه مكانه هم يتطلعوا إليه. وهذه حالة يعني تشعرني أولا كوزير وتشعر كل يمني طبعا هذا لا أريد أن أقول ربما هناك ظروف جعلت الأخوة في التنظيمات والوزارات السابقة يعني يتعثروا، يعني الوضع نفسه غير طبيعي. لكن كانت العملية معالي الوزير كانت العملية تسير، العجلة تسير، يعني نسمع والله توجه الدولة إلى قضية التعليم الفني والتدريب المهني، نسمع عن مثلا هذا إعلام مراوغ يعني. كيف مراوغ فيه مليارات؟ مليارات وأين ذهبت المليارات؟ ما نسألك لا تسألنيش هذه بدها جلسة ثانية أنا الذي أسألك. يعني مثلا سمعنا الفترة الماضية أن الدولة وضعت الاستراتيجيات لوضع أهداف وأتوا بمحللين وخبراء وممثلين عن البنك الدولي، يعني وين صحيح والبنك الإسلامي للتنمية والمجلس الأوروبي، هذا حكاية وما في مخرجات. ولهذا قلت أنا ربما يعذر المسؤولين المسؤولون الآخرون اللي كانوا قبلكم فليش قمتوا عليهم أقدم معذورين؟ لا مش هم، نحن قمنا على النظام هذا إذا جاز لنا أن نسميه نظام. إحنا قمنا على هذه المنظومة من العلاقات المتداخلة المتشاكلة غير الواضحة، يعني اللي ولدت هي حالة من الرجوع والتراجع المجتمعي. يعني أصيب الإنسان بحالة من الخدر الذهني حتى أو الذاكرة، فقد الذاكرة في هويته، في علاقاته بالآخر، في تاريخه، في كل مكوناته كإنسان. يعني لهالسبب نحن قمنا. أما على الصعيد العلاقة المتسيدة العلوية مع القاعية، هذا مع الجهات المنفذة، هذه كانت هي دوما تخضع للرغبات العلوية فوق، ولذلك هؤلاء أصيبوا بعراقيل كما تذكر أنت كذا. أنا أقول لكن في الأخير أخذ من قوتنا، أخذ من أموالنا، هذا صحيح، من ضرائب، من ضرائب، من أموال جمعت، من حقي أن أسأل عنها. صحيح. يعني مثلا هل أستطيع أن يقول لي معالي وزير التدريب الفني والتدريب المهني وهو دكتور كذا، أن يقول لي أن الوزارة أسهمت في إيجاد بطالة مقنعة؟ صحيح هذا. يعني أنا أعطيك نموذج مثلا أنا أشعر بقصور حتى الآن لأني لم أقم بتغطية المعاهد كلها. أنا لدي برنامج الوضع في صنعاء من اللزوجة بحيث يعني يبقيني في صنعاء المشاكل، صنعاء مشاكل يعني فيها كبير من المغناطيس. زوجة ولا لصقة كبيرة؟ المغناطيس يعني شفت إيه؟ إيه. فأنا حاولت إني أغطي إلى حد ما المعاهد هنا. زرت بعض المعاهد. تصور الملاحظات اللي خرجت بها من التواصل المباشر مع الطلاب. في طلبة في معهد يطلبوا مني. أي معهد؟ معهد لا أريد أن أذكره. لا اهتم بس بالنتيجة يعني حتى تعرف البطالة. أنا عندي أنا أكثر المعاهد اتصلوا بي. البطالة المقنعة هذه. وبلغت أنا من قبل الطلاب برجاء ألا يسمح لهم بالتخرج السنة هذه. قلت لهم غريبة ليش؟ أنتم مفروض تتخرجوا وتبدأوا تباشروا حياتكم. قالوا لا، لأنه إن أرغمنا على التخرج السنة هذه فسنتخرج طلبة لا يعرفوا شيء في تخصصهم. ما درسناش حاجة. واللي قبلهم درسوا؟ ما بعرف، ربما. أنا سمعت أن النتائج لحد الآن ما ظهرت. في ظهر الجزء الأكبر منها وهي بسبب الأحداث، لكن هذه تعالج الآن. وأتصور أنا أنه قد خرج الجزء الأكبر، وفي تقديري أنه خلال فترة يمكن أسبوعين وثلاثة هناك البعض. ماذا قلت أبنائك الطلاب اللي قالوا نريد أن نتخرج؟ والله شعرت بأسى وحسرة، ولحد اليوم هذه تغصة في قلبي. يعني طالب مجهز على ما ذكرت أنت في اليابان، عندما قلت لك أنا عندما يجهز الطالب يحضر الأستاذ. والطالب هنا جاهز؟ لا، ما هو كيف جاهز؟ هو جاهز، هو بس المشكلة الأدوات اللي أنتم توفروها مش جاهزة. هو كمان هذا الجانب، شوف إحنا في حديثي أنا مع الأساتذة مع قسم المناهج وقطاع المناهج، نحن ليس المهم هو أن يؤتى بأستاذ، مش الأستاذ المهم، المهم هو بالأستاذ الذي يملك فن إيصال المعلومة إلى الطالب. ذرا موجودين عندكم؟ قد يكون
بحاجة نحن إلى أن نؤهل الأستاذ. لكن أنا طلعت على تصريحاتك التي منذ أن توليت الوزارة. مش متفائل كثير ها؟ لا غير لا يعني أنا أقولها بصدق يعني كل هذا نفس القوالب اللي كنا نسمع عنها قديما يعني بينما معي الآن. عشان شوية لبعث الحماس أنت أنا حظى بقبول شوي نسبي. لكن معي الآن أنا عرفت الحقيقة بحجم المأساة الكبيرة صحيح جدا صحيح. بينما تذكر أنت وتخرج من أبنائنا 250 طالب في اللقاء من لقاءات وكذا صحيح. يعني إما تغرروا بنا هناك أو تعطينا الحقيقة هنا. هو شوف ليس عيب أن نواجه أنفسنا، هو مفروض. ما في مجتمع يتطور وينمو إلا بنقد ذاته. عندما تطرح جثتك على المشرحة وتشرحها وقتها تتطور. بس قد ميت ذاك الوقت. لا لا مش ميت. لا قد المشرحة وجثة. يعني بمعنى. هذا رمزي. لا أنا بقصد إنه نحن يجب أن نفتح قلوبنا وعقولنا للنقد، لأنه إذا لم ننقد الماضي مش ممكن نفهم الحاضر ولا المستقبل. يعني بحاجة لأن نعي قصورنا وين أخطأنا. ونتعلم من تجاربنا السابقة. الأحزاب عندما تعقد مؤتمراتها هي من أجل أن تستعرض تجربتها السابقة، تنقدها، تحللها. طيب أنا لو أخذت ثم تعيد تركيبها. لو أخذت معي الوزير جثة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ليست جثة بالمعنى. وضعتها على المشرحة وبدينا أنا وأنت نشرح فيها. يعني كانت الأهداف الاستراتيجية لا شك أنك تتفق معي على ذلك أنها تصل إلى تقريبا 2015 لتحقيق الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعت قبل فترة. بينه وبين 2015 يعني فترة يسيرة جدا، ثلاث سنوات. توقع أنكم ستحققون هذه الاستراتيجية؟ شوف نحن ننتمي إلى مجتمع ثالث، عالم ثالث. هذا العذر ترى كل واحد يعلق عليه. العالم الثالث مسألة الزمن، هذا في العالم الثالث إشكالي. يعني نحن نألف المكان مش الزمان، نخاف من الزمان، ولهذا نحاول أن نتصالح مع الزمان. ولذلك ما حققنا شيء. وهي المشكلة هذه. طيب ليش تقول لنا 2015 استراتيجية؟ لا مش نحن، هم قالوا. أنا أتكلم عن وزارتكم. هم قالوا. على وزارتكم التي انبثقت من مجلس الأعلى للتعليم وقالوا صحيح. وزارة. صحيح. يعني أنا متفائل، أنا لست متشائم. ستحقق شيء 2015؟ يعني. من الاستراتيجية. أنا أقول إنه نحن يعني بمقدورنا أن ننجز الكثير خلال الفترة هذه. لا أستطيع أن أكذب وأقول أنه نحن سنحقق كل شيء، لا. هناك مشاكل ومشاكل مستعصية وقضايا مركبة متخلفة، يعني بحاجة لأن تحسب ويتم تجاوزها، وهذه تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات. يعني ما في وزارة تستطيع لوحدها أن تعمل بمعزل. نحن لا نعيش جزر، نحن نعيش مع بعضنا البعض بتضافر وإدراك أهمية وقيمة كل مؤسسة ومعالجة إشكالاتها كي تتمكن من النهوض بمسؤولياتها. هذا هو المطلوب الآن. يعني نوجد نحن فريق عمل كل يضع عقله وقلبه مع الآخر. لهذا أنا بقدر كثير عاليا الأستاذ رئيس الوزراء يعني محمد سالم باسندو. هذا فعلا هو الأب الذي يعني يحضن الجميع، وعنده هو اتجاه في أن تكون المؤسسة الوزارة هذه، مؤسسة رئاسة الوزراء، مؤسسة يعني مستوعبة لكل التنوع القائم الموجود في الوزارات. يعني مؤسسة همها هو أن تنجح كمؤسسة ونحن مش كمؤسسات، لأنه مؤسسات لوحدها ما حتنجح. وينبغي أنكم توعون الشعب بذلك حتى يقف معكم وقفة جيدة. صحيح. لذلك أنا حقيقة عندما أدردش أنا وأنت وسادة الوزراء كاملا، أنا لا أستهدف من ذلك إثارة إعلامية بقدر ما أنا أريد حقيقة أنه أحيطونا بالعلل الموجودة لدينا في أجسادنا في جسد المجتمع اليمني حتى نتداركها. ورب يعني الوقاية حاليا خير من العلاج في الفلسفة. لذلك هل يمكن معالي الوزير أن يعني تضعنا في الصورة بصراحة؟ يعني ما معنى تضعنا في الصورة؟ يعني قضية الوزارة طيلة الفترة الماضية ينبغي أن يكون في لديها مخرجات، ينبغي أن يكون في لديها كوادر صح مؤهلة صح، ينبغي أن يكون لديها منتجات صح، ينبغي أن يكون لديها حقيقة شيء. يعني صح يعني الصيني يصنع صح، والياباني يصنع صح، والكوري يصنع صح، والبنغلاديش يصنع صح. هل كتب الله علينا اليمنيين أن اليمني مكتوب عليه ممنوع الصناعة؟ سينتج إذا توفر ظروف الإنتاج. هل يعني توفرت الفترة الماضية؟ أنا في تصوري أنه
انت زرت المعاهد. شوف الماضي كان ماضي اشكالي، كان ماضي مليء مليء بال 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 بالاحداث، مليء بالحروب، مليء بال يعني الفساد، مليء بكل شيء. عندكم قرابه 30,000 طالب؟ نحن لدينا، لا هو في حدود 15,000. والله الاحصائيات الاخيره تتكلم انه المفروض انه يكون عندكم 170,000. احنا تتقبلون؟ لا شك ان الوزاره ستستوعب هذا في المستقبل، لانه نحن 1.7 تقريبا من مخرجات التعليم الاساسي. اي هو في هذا الحدود، بس المشكله كما قلت انه نحن يعني لم تتجانس تنسجم العلاقات مثلا سوق العمل مع الوزاره، الوزاره مع بقية الوزارات الأخرى في دعم مشاريعها، الوزارة مع طبيعة المهام التي تؤديها المعاهد والكليات، يعني هذا الإشراف الصادق. يعني هل توجد نوايا صادقة فعلا لإخراج يعني هذا الشباب، إخراج هذا الجيل، هذه الشريحة الاجتماعية؟ هذا السؤال هذا هو. أنا يعني في قصور لا شك، الماضي يحمل معه الكثير من السلبيات. هل كان في نوايا صادقة في الماضي؟ والله أنا أفترض يعني أنه الناس بحاجة، الشيء الطبيعي في الإنسان هو الخير، يعني لا أريد أن أفترض السوء في الإنسان، بس أنا دعني من النية. الإنسان وجد في هذا العالم من أجل أن يبنيه، بس إذا تجاوزنا قضية النية ودعني أتعامل مع الواقع الذي أمامي. يعني الواقع يتكلم عن القطاع الخاص يرفض مخرجاتكم، وأنت تعرف هذا يعني يقبل في حدود، لا يقبل هو في حدود، لا أنتم بتدربوه على سيارات من إنتاج الستينيات، أنا معك من إنتاج السبعينيات وتريدني أجيبه يشتغل لي سيارة 2012. أنا بدي أسألك سؤال. تفضل. لا أنا يعني لماذا لم يثار هذا السؤال في الحقبة السابقة؟ لماذا سكتوا الناس وهم يعرفوا بأنه هذا الطالب، لأنه مش عارفين شو يتدرب على مكنة، مش على عارفين آلة، مش عارفين شو اندثرت، مش عارفين ايش يحصل في وزارتكم. يعني انا عندما اقول لهم الان انه تروا بيتعلموا اولادنا على سيارات تشتغل في ايام الستينيات، وتروا ابننا الطالب ياخذ في اليوم وفي الشهر 50 ريال، 50 ريال للتطبيق، يعني ابنائنا يحفظون ولا يفهمون. صحيح. يعني لذلك السوق يرفض اعمالكم. صحيح. اذا هذا لو نيتك طيبه، انا نيتك لك يا وزاره انا لي في العمل. شوف نحن لا ننطلق من النوايا، نحن نقول بالواقع بان هناك قدر من الاخلاص في معالجه هذه الاشكالات الان. ايه نحن هكذا يفترض، ونحن نطلب من الاخرين، انا قيم للماضي معي، ونطلب من الاخرين ومنكم ومن كل انا لم اجد مقابل. انا لست اعلامي ولست مذيع ولست محاور، انا والله اتعامل معكم كضيف مثلي مثلكم، بس جابوني دهفوني لوسط الزفه كذا. يعني انا لست اعلامي ولا خريج اعلام، الرقيب على ممارسات، لكني سانقل انا وانتم فقط للناس الذي يحصل. لذلك سأقابلك بعد سنة وأقول قابلت مع الوزير. صحيح. صحيح. وسنعرف ماذا أنجزتم. لذلك هل وضعتنا في الصورة؟ يعني الفترة الماضية هذه كلها ماذا كان يحصل في هذه الوزارة؟ يعني أنا عندي خبر معي الوزير، وسامحني في ذلك لو قلت لك أنه عندكم في الصندوق الذي لديكم، صندوق التعليم والتأهيل والتدريب، عندكم 16 مليار قال أنكم بتهجرون فيها في أذنة الخزانة. أقل من هذا، أقل من 10 مليار. هو أقل من هذا لا شك إنه شوف يعني المردود المادي هو الذي يعني أثار حالة من اللغط، والسبب إنه الشارع اليمني إما لأنه لم يعي قيمة هذا الصندوق، أو لأنه لم يستفد من هذا الصندوق، هو مش عارف شو يحصل في الصندوق أصلا. أيوة، أو جهله. فلهالسبب يعني كثير من الـ مش إشاعات، لكن كثير من الأقاويل التي تثار حول المسألة الموضوع هذا بحاجة إلى تدقيق. يعني لا شك أن هناك قصور، وهذا القصور لا ينحصر فقط في الصندوق، هو قصور عام. إحنا خارجين من وضع قصور عام، يعني هذا الوضع بحاجة إلى معالجات كي نتمكن نحن من وضع أقدامنا على الطريق السوي. المشكلة إنه في مقولة فلسفية تقول إذا الكل أبيض فالجزء حتما أبيض، وإذا الكل أسود فالجزء حتما أسود. يعني أن يؤتى إلي ويقول والله إحنا عملنا وسوينا وكذا، لا، في شيء غلط في الوضع الأسود الكلي هذا. إحنا أنت تنفي الماضي كله كان أسود؟ أنا بقول إنه الكثير من
الكثير شوف كان أسود. يقولوا الحقيقة الكثير كان أسود يعني الحقيقة كاذبة لأنها تحمل في طياتها شيء غير الحقيقة شيء هو الطغيان. بس حطوا لي في الصورة هل الكل كان أسود يعني بلاها إذا كان الكل أسود فالنظرية الذي يقول الجزة حتنزل كل أسود يعني. لهذا نقول هذا لا يعني النظرة التشاؤمية لا هناك حالة من هو أنت تذكر يا دكتور نحن إذا عرفنا أولا أنفسنا صحيح بس تذكر كذلك أنه لا انفكاك عن الماضي ينبغي أن يكون الماضي قاعدة ننطلق منها ونتجاوز لكن ننطلق منها فدعني أعرف ما هو الماضي إذا ما أعرف أنا ماضي في هذه الوزارة بس علينا أن ننقده وننقده يعني أنا أريد منك أن تنقد لي إياه عندما ننقده ما هو الماضي عندما ننقده علينا أن نقول الحقيقة كل الحقيقة ما هي الحقيقة التي كانت لدي الحقيقة أن كل شيء كان داكن لأن القانون بالأساس الذي أنتج ثقافة الفساد كان فاسد يعني هل القانون والتشريعات واللوائح والإجراءات الداخلية في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كانت الوزارة هي امتداد هي جزء من هذا المكون العام هي لا تتحرك في فراغ هي نفسها تؤثر وتتأثر لكن الجزء الأكبر منها تتأثر خاصة عندما تتمركز السلطة في يد الفرد أو يد الأسرة أو القبيلة كل مولود عندما يولد يسووا له حفلة كل سنة ويسووا له كذا كم شمعة كذا وينفخوها ويقولوا عيد ميلاد سعيد أنتم يعني ما كان لكم عيد ميلاد ما فيش عيد ميلاد لا هو شوف يعني القول بأنه لم يكن لنا شيء لا يعني إحنا أسهمنا لكن إحنا راجعنا أمورنا وعندما استفقنا على الفاجعة كان لابد من اتخاذ إجراء معين وهذا الإجراء الذي دفع بالشباب لأن ينزلوا إلى الساحات أنا إيش تقول شيء واحد يعني نحن في بعض الأحيان نحمل أكثر مما يعني نستحق مش بالمعنى الإيجابي مدحان ولا إيجابي السلبي لا بالسلبي معنى السلبي مش الإيجابي لكن ما أريد أن أقوله هو لا نظلم الشباب لا نظلم الشباب الشباب هو الأمل وهو مستقبل البلد هذا مستقبل المجتمع المستقبل هذا بحاجة لأن يمهد للطريق بحاجة فعلا لأن نجد معالجات لهذه الاختلالات التي نعيشها اليوم من أجل أن يأتي الشباب على مستقبل واعد يعني نحن اليوم نتحدث عن المرحلة الانتقالية احنا انتخبنا المشير فخامة الرئيس ومقدمون على المرحلة الانتقالية الحقيقية اللي هي السنتين القادمات يعني إذا لم نتمكن نحن من توفير قدر من الإخلاص قدر من الرؤية الصائبة في حواراتنا هذه المتعددة على طاولة الحوار وقتها فعلا نحن سنكون قد خلنا الهدف الأساسي الذي من أجله قامت الثورة معي الوزير أنا أتكلم عن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أريد أنا وأنت نجلس في هذه الدائرة وأنت دائما أدخلك وتخرج لأنك تريد أن تربط الماضي غير المنقود أنا أريد أن أعرف حقيقة الواقع الواقع الذي يقول توجد معاهد الواقع الذي يقول أن هنالك مشروع اسمه مشروع الشيخة موزة الذي أعطي لكم فيه مليار ريال قطري هذا مبالغ ومن أجل ما ليش ما هي أرقام طيب ما هو أنا سأذكر لك هذه الأمور من أجل أن تقول لي صح ولا لا يعني شيء إلى المردود جميل وأنا سأتكلم عن هذا المردود طب. ومن المردود الموجود طب. يعني أين مخرجاتكم أين إنتاجكم إذا كنتوا غير قادرين معالي الوزير لماذا لا تسمحوا للقطاع الخاص يشتغل شوف كما قلت يعني نحن لا نستطيع أن نمارس مهام تغييرية تطويرية في ظل قانون ركودي هذا القانون ما يزال متسيد علينا نحن ونحن الآن نعد العدة ونجهز الوثائق من أجل أن نحدث هذا التغيير داخل الوزارة داخل الوزارة وخارج الوزارة مش نحن لا أقصد الوزارة بشكل عام هذا خلل لا نشكو من نحن وحدنا أين الخلل بقية الوزارة والتشريعات الداخلية طبعا ما هي أولوياتكم يعني مثلا أعطيك مثل هلا حاصل إحنا يعني بعد تقييم وبعد دراسة معمقة رأينا ضرورة إحداث تغيير داخل وزارة داخل وزارة وداخل معاهد لا شك أقصد وزارة بشكل عام وزارة أي بامتداداتها يعني شفت وفجأة نكتشف بأنه هناك جهات تمارس حق التعيين وحق الإشراف وحق الرقابة بدون عودة إليكم بدون عودة إلينا قالوا لأن القانون الوضعي هذا المحلي السلطة المحلية أعطاهم صلاحية لذلك أعطاهم صلاحية طيب تقصينا نحن بعض النماذج وجدنا أنه في بعض الحالات تكون هناك علاقة شخصية وعلاقة أسرية وكذا والقانون معهم
طيب كيف يمكن لوزارة فعلا لها هذه الأهمية في البناء الاجتماعي أن تمارس نشاطها ودورها إذا كانت هذه القوانين تكبل أيدي مسؤوليها؟ نحن فعلا بحاجة للانعتاق فعلا بحاجة. ماذا أعددتم لهذا الواقع؟ نحن الآن بصدد معالجة الوثائق هذه، يعني نعد يعني مقترحاتنا نحن فيما يتعلق، يعني إعادة هيكلة الوزارة لا أنتم؟ لا لا، أنا يعني شوف، أنا لا أريد أن أنطلق بحيث أنت تريد أن تحصرني في زاوية الوزارة. أنا أريد أن أضع الوزارة كجزء من هذا المكون العام. وأنت تخرجني من الوزارة؟ سنعود إليه، أنا أتمنى أن نجري مقابلة بعد كم شهر بس ويكون لدي شيء. أنا ما أريد أتكلم يعني عن الزراعة ولا عن الصناعة ولا عن الصحة، أنا بتكلم عن التعليم الفني. إيه هو التعليم الفني، لأنه هذا شوف امتداداته المستقبلية، انعكاس المستقبلي على المجتمع بيلامس كل حقول النشاط الإنساني. معي الوزير، الحجم كبير جدا. صحيح، لأن المشكلة تقوم على، يعني لو أن لو أقول التعليم الفني وتدريب التدريب المهني والتعليم الفني، لو أقول أنه مثلا بصريح العبارة في قطر في السعودية قد لا يكون بحاجة إليه كبيرة، لكن لما نتكلم عن بلد أبنائها المغتربين أكثر صحيح. من 4 مليون صحيح. وهم بين عمالة وما بين أيادي ماهرة وما بين وبحاجة إلى تطوير وبحاجة، أنتم فوتتم على المغترب اليمني فرص هائلة صحيح. صحيح. هائلة جدا صحيح. لذلك أنا أريد حقيقة أنا أعرف حجم ما يحصل في هذه الوزارة، حجم الإمكانيات الموجودة، العقبات التي تواجهكم. يعني أنا حقيقة أنا وأنت والسادة المشاهدين فوجئنا بما تذكره الآن أنه من ضمن اللوائح الداخلية إعطاء صلاحيات لتعيين ويمكن فاصل وصرف وما إلى ذلك كذا. لذلك أنا أتمنى بعد هذا الفاصل سأخذه أنا وأنت الآن، يعني أن نعود إلى الوزارة وديوان الوزارة وأدوات الوزارة من معاهد. أنا نعرف عندكم معاهد كثيرة، أنا أعرف عندكم معهد للفندقة وعنده مشكلة كبيرة، وعندكم معهد للبترول والغاز، وعندكم معاهد الصناعية ومعاهد كبيرة على إخراج الخفايا. أنا مش خفايا، لكن أنا أتكلم أن هذه أدواتكم في هذه الوزارة أريد أن أعرفها أنا والسادة المشاهدين، حتى لو عرفنا العقبات التي يقابلها الدكتور عبد الحافظ نعمان الناس يقولون وفقه الله لكل خير. والله نحن نحاول نعمل، يعني لا ندعي أننا أنبياء ولا لا حتى يدعو لك الناس، لكن سنعمل قدر المستطاع بإذن الله. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأعود أنا وأنت والسادة المشاهدين يعني للمعرفة أين هذه العقبات التي تقف أمامكم. أعزائي المشاهدين، أنا ما أتمنى أن نقطع هذا الفاصل لطيب الحديث مع ضيفي الكريم ولطيب مشاهدتكم أنتم كذلك، لكن دأبنا في هذه البرامج على أخذ الفاصل حتى يجيبوا إعلانات وسط هذا الفاصل، يعني قد يقولون سياسة إعلامية. أجدكم بعد هذا الفاصل تكرما لا أمرا. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في عمق الحدث التي نسلط الضوء فيها على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. وزارة حقيقة لها عمر زمني، لها مجموعة حقيقة من المشاريع، لها مجموعة من الملفات، وليست بمنأى من القاعدة أو من النظرية التي ذكرها ضيف الكريم معالي الوزير أنه إذا كان الكل أبيضا فالجزء سيكون أبيضا كذلك، وإذا كان الكل أسودا فالجزء سيكون كذلك أسودا. هذه النظرية التي ذكرها ضيف في هذا اللقاء حقيقة تنبع أهمية هذه الوزارة من علاقتها حقيقة بالبطالة، بعلاقتها بالتأهيل، بعلاقتها بأبنائنا المغتربين، يعني تأهيلهم، تطويرهم، إيجاد منهم طاقات مؤهلة تستطيع القيام بالدور الذي يوكل إليها. كثير من الدول تقول، كما التقيت أنا بوزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عفوا، تقول أنه يطلب منها مجموعة من الطاقات، لكن يقول نريد العمالة المؤهلة. لماذا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لا تؤهل هؤلاء الشباب؟ باسمكم جميعا أكرر الترحيب بضيفي معالي الوزير الدكتور عبد الحافظ نعمان. حياكم الله معالي الوزير. معالي الوزير، أنا التقيت بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فقالت أنها تتقدم إليها مجموعة من الدول لطلب مجموعة من الكوادر، مجموعة من الشباب المؤهلين وما إلى ذلك، لكن التأهيل هو الإشكالية في ذلك. أنتم لماذا لا تؤهلوا شبابنا تأهيلا جيدا أو تفتحوا المجال للقطاع الخاص يأهلهم؟ يعني كما ذكرت، التأهيل هو مجموعة من مكونات ليس مكون واحد.
ويتطلب المنشأة ويتطلب التجهيز ويتطلب المدرس الأستاذ الجيد ويتطلب التلميذ المستعد لتلقي العلم. يعني هذه عوامل مجتمعة تكون الطالب الناجح الذي يمكن إخراجه وإرساله بكل ثقة إلى الخارج، يرفع رأسنا هناك ونحميه، وعندما يعود يعود مواطن صالح نفتخر به. وفي الداخل السوق الداخل، وفي الداخل أيضا والسوق الداخلي تشبع حق بطبيعة الحال. هي المشكلة أنه في تصوري أنا لا أستطيع أن أدعي معرفة بالماضي الحقيقة، يعني وكما قلت أنا أحاول أن أجد التبرير لمن سبقوني، لكن هناك قصور، هناك فجوات، في ثغرات موجودة. هذه الثغرات ما تزال حتى الآن قائمة. أنا أعطيك مثلا، أنا التقيت المسؤولين الأجانب اللي زاروني، أمريكي وبريطاني، وتحدثنا معهم حول تقييمهم هم للمساعدات اللي يقدموها لنا. سألتهم سؤال، قلت لهم هل تقروا تقييمات نهائية للمخرجات يعني هذا الاستثمار اللي تستثمروه معنا، أنتوا بتقيموا شو الناتج النهائي لهذا الاستثمار؟ استغرب، قال لا. قلت طيب كيف؟ تدعم يعني على أي منطقة؟ تدعم على أي أساس أنت؟ قال إحنا نتعاطى مع دولة ذات سيادة. قلت طيب أنت تعرف أنك عندما تقدم هذا المبلغ، هذه المساعدة، ولا تسأل عنها، تعرف وين راحت؟ تتيح المجال للإفساد. بس هو زي استغرب هيك. بصراحة هل تتوقع أن هذا يعني إجابة صحيحة من إجابة سياسية؟ هم لا يعلمون أنت ذهب هذه الأشياء. شوف، فإحنا يقول لك نأخذ المرء على يعني لا نريد أن يعني نحمله أكثر مما يجب، لكن هو عليه أن يفهم الرسالة. هذه القوة ساهمت إلى حد ما في ما أقول يعني توسيع الرقعة الموجودة يعني التي تحظى بدعم من الأوساط والدوائر، لكن بقول أنها أسهمت هي في إطلاق العنان لكل عنصر لديها الرغبة هذه في الإفساد وفي اللامسؤولية، هو أن يوغل في مثل هذا السلوك. إحنا من الآن وصاعد، وأنا بلغتهم رجاء بلغوا جهاتكم مرجعياتكم بأنه نحن نريد تقارير في بعد كل إنجاز، هذه تقيم موقفكم أنتم، فهمكم أنتم لطبيعة المساعدة اللي قدمتموها لنا، ثم نراجعها مع بعض. هل أدت الغرض؟ هل أوفت بالغرض المطلوب من هذه المساعدة أم لا؟ بس ما أقول معالي الوزير، أنا أعطيك مثل، أعطيك مثل ثاني بالمقابل. فضل. هناك مساعدات جاءت بملايين الدولارات لوزارتكم، وفجأة وبقدرة قادر هذه المساعدات من تنخفض من 40 مليون ل 20 مليون. طبعاً هم يقولوا عوامل التعرية، هم يقولوا أنهم لا يعرفوا كيف انخفض المبلغ هذا ل 20 مليون. هم سلموا 40، سلموا 40 ثم ينخفض، ثم نكتشف فجأة أنه في جهات معينة هي يعني تطفلت على هذا المبلغ، تمام، واضطرت وزارة معنية أنها تخصم من كل الوزارات ما يفي بهذا المبلغ المستقطع لصالح الجهة هذه المعنية، والذي استقطع بريئة من الدم كبراءة، يعني هو غير معروف غير مرئي، هذه الأشباح التي تتحرك في الظلام غير مرئي، ولا احنا ما نشوفش؟ لا هو يرى، لكن كثيرين يقال ان عندكم يعني معاهد لا وجود لها بس بالشيكات والاوراق، هذا صحيح؟ ربما يعني احنا لدى قلت لك نحن ورثنا هذا الوضع، لا قلنا الميراث، نحاول ان نعالج هذا، ما هو مكتوب في الميراث؟ قالوا بس يعني انت زرت في صنعاء المنطقه اللزجه اللي ذكرت عليها. قالوا فقط في معاهد موجوده اسماءها في الاوراق وفي الشيكات واوامر صرف، لكن في الواقع ارض صلب، ما في شيء. هو في شيء من هذا القبيل، في شيء من هذا القبيل. طيب، لكن يقال معاهد بنيت للأشباح مش لأبنائنا، يعني يقال في معاهد بنيت يسكنها الأشباح في بعض المناطق، يعني لا تستغل أبدا. أنا بصراحة أنا من أهل البيضاء، يعني في معهد عندنا هناك مثلا وأنت تعرفه بني ولا يعني واقف لم تجهز الأشباح يرتعوا فيه. صحيح.
وكثيرين من بعائد هي بحاجة لأن يعتنى بها. هذا صحيح. يعني هو المشكلة أنه كانت تبنى المعاهد ليس عن دراسات وإنما أمزجة، يعني مثلا إرضائية ولا حصول إرضائية على مقاولات وكمان مقاولات. يعني شوف، كان الجزء الأكثر أهمية في المشروع هو الإنشاءات بس، أما كم عدد الطلاب في الصحراء ما فيش مشكلة. أي المهم في مردود للمقاول والحاشية الإنشاءات، ولهذا كان التركيز هو على الإنشاءات. حتى أني سمعت أنا بعض الأخوة كانوا يقال لهم إنه لا تذكرونا عن التجهيزات ولا تذكرونا عن الطلاب، ذكرونا عن الإنشاءات. أهم شيء عنده أهم شيء والمواصفات العالية، لأن المردود عالي فيه، وهذا كان يعني يخوض في مئات الملايين من الريالات. الآلام يعني حقيقة مزعجة جدا. طيب يعني كيف ستعالجون هذا الوضع؟ وكما قلت منذ البدء، يعني نحن في البدء نحن نواجه مشاكل مستعصية، مشاكل مركبة يعني ليست سهلة، ولحلها بحاجة إلى تضافر جهود المؤسسات ككل. نحن أنا وعدت من قبل رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء بدعم المؤسسة هذه، وطالبنا نحن بأن تكون ضمن الأولويات السياسية في الاستراتيجية الحكومية. هذه طبعا مواردنا نحن، إمكاناتنا الشحيحة لا تسمح لنا بأن نمارس حق الكرم هذا. بحاجة إلى دعم أطراف شقيقة، بحاجة إلى تفهم من قبل المنظمات الدولية، بحاجة إلى أن نشرح أنفسنا بشكل أكثر صدقية وأكثر وثوقية منه. بس كيف يثقون فيكم إذا كان هذا الماضي؟ علينا أن نواجه، يعني نرى أنفسنا في المرآة، وعلينا أن نقول لهم الحقيقة. إذا كذبنا هم يعرفوا أننا نكذب. هم مش عارف الآن وين راحت الفلوس تقول لي عارف نكذب. لا يعرفوا. مش قلت لي أنت قبل شوية أنا قلت لك باب السؤال. هم يعرفوا. يعني كنا ما في الأمن نريد أن نتوصل إلى صيغ وفاقية معهم، بس إنه هذا الماضي نطوي عليه صفحة ثم نبدأ صفحة جديدة. ما هي الضمانات؟ ضمانات نقدنا للماضي. نقدنا يكفي للماضي نقدك الماضي. إذا كان أنت سعادة الوزير نقدنا للماضي، حاول أن تنقذ الماضي وأنت تحاول تخرج منه. لا كيف تنقذ؟ شوف، الماضي أصبح قيد علينا نحن. إذا ما نقدناش وفكينا القيد هذا سنضطر نحمله معنا المستقبل. أنت متفائل كثير مع الوزير. هذا لازم، لابد. شوف، الحياة هي تفاؤل، لأن الغد دور بدون بدون بدون, بدون 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 بصراحة الاعتراف بالواقع مشكلة. هو شوف الاعتراف، شوف في اعتراف سلبي، الاعتراف إقراري، يعني أنك أنت تقول والله هيك هذا وخلاص تمشي. لكن في الاعتراف البنائي، أنك تبنيه، أنك أنت تنقده، أنت تعترف به من أجل أن تغيره، وهذا هو الفرق. انا من اول الحلقه وانا احاول انقد يا معالي الوزير وانت بتحاول تخرجني من لا انت تنقد نقد سجالي. كيف سجالي؟ مش نقد بنائي. يعني مثل ما يقول واحد والله الصلاه يعني ضم ولا سربله، نناقش السربله والضم، هذا سجال. انا عندما اقول معالي الوزير، انتم في وزارتكم مثلا عندكم ضعف القدره الاستيعابيه المفروضه عليكم، انتم المفروض تستيعبون 15% من مخرجات التعليم. صحيح. انا عندما اقول انتم لا تواكبون العصر، يعني أنتم مثلا لا تواكبون التقنية المتطورة. يعني مثلا ما هو أنتم بالمفهوم الإطلاقي، لا مفهوم الإطلاقي الوزارة إلا بالمفهوم التحديدي، يعني بالمفهوم التحديدي وزارة التعليم. يعني مثلا تدرب أولادي على سيارات من العصر الحجري، أو تدربهم مثلا، يعني أنا أخاف هل وصلكم في الوزارة وتعليم أبنائنا التلفونات الجوالة؟ أخاف أسألكم هذا السؤال. يعني مثل هذا قلة المخصصات المخصصة مثلا للأبناء، يعني هروب الكادر من قبلكم، الكادر المؤهل عندكم من المعلمين من المدربين، يعني هربوا. ضعف التنوع. هذا صحيح. يعني ضعف التنوع، ما في تنوع لديكم مثلا في مجالات متعددة. الفساد المالي والإداري الذي ينخر في الوزارة، يعني تغليب الجانب المعرفي على الجانب النظري العملي، يعني حفظ. ما حصل في التاريخ أنهم يحفظون حفظ في التركيبات يعني التوزيع، حتى التوزيع للمدن، يعني مثلا توزيع المعاهد، في عندك 6 محافظات ما فيها معاهد أبدا، وفي التوزيع بالمدن وترك الأرياف في معظمها، لكن هي ليست بالنسب المطلوبة اللي كان يفترض أن تخصص لها. يعني أنا اللي بقول إنه مثل هذه الإشكاليات. أيوة. يعني أنا لما تقول لي أني أنقد الآن نقد سيادي، أنا أنقد هذه الإشكاليات، هل هي واقع؟
وأنت تقول صحيح صحيح، ترى كل ما قلت حاجة قلت صحيح. هو صحيح، هو شوف الواقع هذا واقع استمراري، لكن نحن نريد في لحظة معينة نقطة معينة أن نوقف عند حده، لهذا نمارس عليه نحن النقد، نمارس عليها النقد، النقد بهدف تغييره وتطويره. بمعنى أنه التجارب السلبية التي عشناها في الماضي أو عاشها المجتمع في الماضي علينا أن نعرفها، إذا عرفناها تجاوزناها، إذا جهلناها ستبقى معنا، يعني هذه تتحول في المستقبل إلى ألغام. شوف عندنا نحن مثلا يقول لك مسحها في لحيتي وما عليش وفوتها وكذا، هذا التسامح في مثل هذه الأمور البنائية ممنوع، لأنك عندما تغض الطرف أو تتسامح مع إشكالية كان يفترض حسمها في مهدها أن تتحمل لغم مؤقت في المستقبل، وهذا الذي يؤدي إلى تفجيرات مستقبلية. طب أنتم ماشيين لا توفر، أنتم ماشيين بقافلة مليئة بألغام وديناميك. صحيح، ولهذا علينا أن ننزع الألغام هذه. طب الألغام وبمساعدتكم ومساعدة المجتمع. يعني أنا الآن أريد أبصر الناس بهذه الألغام، وأريد منك أن تقول لي ما هو الفريق المتخصص والإجراءات لفك هذه الألغام. وعلينا نحن شوف، يعني في أولا لدينا خبرات سابقة، نحن نريد أن نستفيد. أنا من النوع الذي خلني مع الوزير ولو قطعتك، خلني أخذها واحدة واحدة حتى نوقف هذا الجرح الدامي. أبناءنا هؤلاء الذين في المعاهد الذين ذكرت أنه في الإحصائياتكم تقولون 28 بينما أنت تقول يوصل إلى 15,000، هؤلاء الأبناء الذين بعضهم قال لك لا نريد أن نتخرج الآن ويستجدوك لذلك لأننا نشعر أننا لم نحصل على شيء. صحيح. هؤلاء يسمعونك الآن، ماذا ستقول لهم؟ هل سيتخرجون وهم يحملون ورقة؟ صح. أم يحملون خبرة؟ لا، نحن نريد أن لا نخرج، وأنا دائما أقول لهم الكلام هذا، أنا لا أريد أن أراكم مجرد ميكانيكي، مجرد نجار، مجرد حداد، أنا أريدك أن أرى، أن أريد أن أراك إنسان متكامل إنسانيتك، يعني مواطن صالح ترفع رأس اليمن إذا خرجت، وتغني ثروة اليمن إذا بقيت فيها. هذا هو الإنسان الذي نحن بالتنظير هذا يكون نستقصده. لا مش تنظير، نحن قلت لك مع البنك الدولي الآن نحن أدخلنا هذا الكومبوننت المكون الرابع في معاهدكم، أي الإنسان الطالب، هذا الطالب الذي نريد أن نبنيه، نريد أن نعيد النظر في البيئة الطبيعية للمعهد، نريد أن نفعل الجانب الإبداعي الخلاق في الطالب هذا فنيا رياضيا يعني ثقافيا فيه، نريد أن نستخدم مواد جديدة. ما هي الإجراءات؟ ما هي الإجراءات تتخذوها؟ هذه هي، لأنه دحين إحنا في حوارنا مع البنك الدولي تحدثنا عن هذا الجانب وقالوا ضعوا التصور، ونحن الآن سنحاول أن نمول أو على الأقل ندفع بالدول دونرز هذه المانحة أنها تمول هذه المشاريع. وإحنا الآن اليوم اتخذنا قرار بإنشاء وحدة لوضع هذه الاستراتيجية للمشاريع، استراتيجيات. أنا كل الوزارات طلعت مشاريع، كل شيء. أنا أتمنى تقول الوزارات حطوها مشروع. كل شيء يبدأ فكرة، كل شيء يبدأ فكرة. المشروع هو أساسا فكرة ثم يتوسع ويأخذ أبعاده وأحجامه المؤتلفة حتى يعطي. بس أنا اكتشفت أن الوزارات عبارة عن مشاريع، تتفق معي في هذا؟ ما في شيء منجز كلية، هي أساس الحياة مشروع نفسها. معليش بس لما شوف دحين إحنا ندخل كل وزارة يعني وأحصلها وزارة، حديثنا هذا هو مشروع إصلاحي في المستقبل بإذن الله، وهذا الذي نريده. أيوه. لكن أيوه. تنقلب كل الوزارات مشاريع من أجل جذب المانحين؟ لا، أنا لا أقول، أنا للأمانة نشوف في 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 يعني في ما يسمى بعلاقاتنا الداخلية في الوزارة، نحن لا نشجع مد اليد إلى أحد، نحن نقول علينا أن نكتفي بما نملك الآن، لدينا القدرات، وحتى الآخر عندما يدعمنا نحن أو يمد المساعدة إلينا هو لا يمدها لوجه الله، ما في، يعني تعرف هناك منافع متبادلة وفي هناك ما يسمى بالمصالح الوطنية، هذه المصالح الوطنية إذا لم تستوعب من قبلنا نحن سنتحول إلى ضحايا للآخرين. في الماضي غياب المصلحة الوطنية حول اليمن من دولة إلى حالة، هذه الحالة التي كان يعاد تشكيلها كلما تطرأ الحاجة من قبل الأطراف الأخرى والخارجية. نحن نريد أن نرى أنفسنا أولا كسادة على أرض تمتلك موقع استراتيجي وجيوبوليتيكي مهم، لدينا موارد وثروات بحاجة لأن نعاود مكررا تنشيط قدراتنا من أجل استثمار هذه الإمكانات، ولدينا أيضا القدرة على بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الجوار ومع العالم. هذه القضايا التي يجب التركيز عليها. فيما بعد إذا طرأت حاجة أو اضطرتنا
يعني ظروف قاهرة لسبب ذاتي أن نطلب مساعدة سيأتوا ويساعدونا. شوف العالم يحترم الواقف على قدميه لا يحترم المنبطح. علينا أن نقف على قدمينا وعلينا أن ننتج وننجز شيء. وحتى عندما نطلب المساعدة نتيجة قصور في جانب معين سيأتوا ويساعدونا. لكن الحياة هذه القيمة الإنسانية شوف الموجودة. لكن الحياة القيمة لدينا كلها قائمة على الدعم الخارجي الآن. هذا الشيء يعني الذي يجب أن نعالجه، يجب أن نقف أمامه ونعالجه. طيب معي الوزير يعني أقصد هذه شوف الآن نحن مقبلون على أصدقاء لمؤتمر أصدقاء اليمن اللي سيعقد قريبا في الرياض. وهناك أيضا وهناك أيضا الدول المانحة. أنا بقول بشكل عام نحن عندما نذهب إليهم علينا أن نقول لهم ماذا أنجزنا، كيف نتصور واقعنا نحن بعد كم سنة، 3 سنوات 4 سنوات. وعندما نطلب المساعدة نطلب المساعدة لأننا فعلا نعي موقع هذه المساعدة في هذا المتخيل أو المتصور العام للمساعدة في مجتمعنا. أنه نطلب لمجرد الطلب كما كان يحصل في الماضي هذا هو العيب. لكن يريد تطمينا على ذلك. معي الوزير هل أستطيع أن أقول أن سنعلن يعني إنشاء هذه الوزارة من جديد؟ هي لا تنشأ من جديد لكن هي تكتسب حيوية وتكتسب ملامح جديدة. لكن أنا تكتسب الصورة التي أنا حقيقة والخير والبركة يعني التي رصدتها لنا أن الماضي لا تسألوا عنه ماضي. لا لا أنا ما أقول لا تسألوا عنه، أنا أقول إنه نحن يعني ما جينا حاملي سيوف لقطع رقاب أحد. إحنا نريد أن نقول بأن هناك تجربة وتجربة نعتبرها سيئة بحاجة لأن تنقض، بحاجة لأن تسلط عليها أشعة الشمس. اسمها بالسهولة أنها تنقض هكذا يعني مثلا بصراحة مثل المشروع الذي قدم بالمليار هذا الذي سألتك عنه الذي قدمته مثلا من قطر من أجل تأهيل 50,000 شاب يمني والعدد وصل تقريبا كما تذكر لي أنت إلى 120,000 وهو أظن بالمناصفة اليمن 60,000 وقطر 60,000 وقدمت قطر 50,000 المليار وكسور. هذا هل بسهولة أن يتجاوزه؟ أنا لازلت أقول أن هذا الرقم مبالغ فيه. لكن بغض النظر ما هو الرقم الحقيقي هناك مشروع. مثل هذا المشروع، هذا المشروع الطورة الثانية الآن أو المرحلة الثانية هو نحن يعد لها. ماذا تنفذ الأولى؟ ربما ستنفذ قريبا. الأولى ماذا تم فيها؟ الأولى هي تمت بالتنسيق مع كلية المجتمع الصناعي. كلية المجتمع نعم. وتم إخراج نماذج لا بأس بها، يعني أدت إلى خلق حالة ساتسفاكتوري يعني حالة رضائية. كم من 150 من 120,000؟ نحن نجي لهم هذه كالبداية هذه اللقبة الأولى. يعني أقصد المليار قدم والمخرج ما خرج؟ لا هو شوف هي هم وعدوا بأنهم سيحضوا الدول المانحة على تقديم الدعم. يعني عندما يأتي الطلب والدعم والمقترح من يعني السيدة موزة يعني هذا أو المؤسسة التي تمثلها سيكون طبعا مردوده وانعكاسه إيجابي على وضعنا نحن على فبهذه من هذا الزاوية نحن ننظر بعين كأنك تريد معي الوزير يعني أن لا تذكر لنا كم الذي تخرج من هذا إلى الآن في المرحلة الأولى. لا تخرجوا كثير وقلت لك وهؤلاء لم يتخرج بعد. يعني هؤلاء تخرج في حدود 12-14 شخص يعني في حدود بسيط من 50 من 120. لا 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 هؤلاء لا زالوا في الطور، هؤلاء لا زالوا في التنل يعني في هل هذا المشروع أغتيل؟ لا لم لا لا هو قائم هو قائم لكن الأحداث اللي مررنا نحن بها جمدت الكثير من مكونات والكثير من يعني مقومات المشروع نفسه وتراجع. وتعرف أنت الحدية التي كان يتعاطى النظام السابق بها مع المقترحات والمشاريع المتبنى. بس هذا مشروع حقيقة إذا نجح صحيح يقدم يعني مثلا أستاذ المشاهدين ربما بعضهم لا يعرف هذا المشروع صحيح. هذا المشروع يقوم على تأهيل قرابة 100,000 شاب يحمل شهادة دولية وتكفلت قطر بتوزيعهم على دول المنطقة للاستغناء عن اللي هو دول الخليج كاملة. ألا ترى أن هذا ولدينا مشاريع متكافية. يعني مثلا شوف عندنا مشروع البوليتكنيك هذا نظرنا في أمريكا قبل أسبوع أو 10 أيام. المعهد هذا المعهد البوليتكنيك هذا معهد إشكالي هو المعهد هو إشكالي. هذا المعهد هو بالأساس مول من قبل الاتحاد الأوروبي البنك الإسلامي ثم بقدرة قادر يعني المبلغ الخاص بالتجهيزات يعني باع لا هو ما جاء يمكن ثم فجأة إذا يعني نكتشف تقدمت كوريا بمساعدة بقرض
فائدة متدنية بسيطة، يعني أخذ الدعم أخذ أيوة هذا الدعم من الشعب قرض، يعني هو قرض. هذا الدعم المبلغ المخصص للتجهيزات في الدعم الكوري حول إلى البوليتكنيك. شوف وين الدعم الأساسي اندمج، لا وأصبحت أدبيات المعهدين تتعاطى مع معهد واحد، ها؟ بينما هم في حقيقة الأمر شوف معهدان، معهد تركي أو معهد إسلامي، بنك إسلامي. أيوة بنك الإسلامي ومعهد كوري. هذا الموضوع الآن شكل في الحقبة السابقة موضوع نظر لدى الهيئة العليا للرقابة، وصار قرار فيما يتعلق بتسيير شؤون المناقصة اللي صارت فيها، وفي تصوري أنها ستحل. هي أهم شيء في وجهة في نظرنا نحن هو أن يمتلك المشروع يعني ما يسمى طاقة انطلاق. نحن فعلا بحاجة ماسة لهذا المشروع، هذا بوليتكنيك ويفترض أن يكون من أفضل المعاهد في الشرق الأوسط، لكن للأسف الشديد لا مسؤولية بعض الأطراف وقشع بعض الجهات حارت هذا المشروع العظيم اللي كان يفترض أن يكون اليوم قد خرج يعني مئات من خيرة الشباب في بوليتكنيك. هذا سنحاول أن نعالج وضعه الآن، وإن شاء الله في المستقبل القريب أنا أتصور، لأنه إحنا اتخذنا قرار بالشروع الشروع بقرض والدعم الذي قدم كذا يعني خرج ولم يعد. والمشكلة أن كل هذه كلها قروض ومساعدات، يعني إحنا عشنا حقبة، يعني المبلغ الذي قدمه البنك الإسلامي أين هو؟ هو البنك يعني خصص كل شيء، الأمانة لا لوم عليه، هو هذا الـ يعني ما قدمه البنك الإسلامي غطى كل شيء بما فيه حفل الافتتاح، وفجأة بقدرة قادر اختفى افتتحوا الدنيا لهذا نقول نحن طبعا أنا للأسف الشديد أريد أن أكرر مثلا ما قلت، نحن لا نريد أن نقول أو نرمي اللوم والمسؤولية على السابقين، لكن نقول بأنه فعلا نحن بحاجة ماسة لأن نبدأ نشرع بالنظر إلى إشكالاتنا وقضايانا برؤية جادة. يعني الماضي ماضي مضى وانتهى في الماضي، تعني في المستقبل إيه؟ يعني يريد الحاضر هذا أن يريد الحاضر أن يتحول إلى طاقة انطلاق مستقبل للمستقبل، يعني في الماضي وفي المستقبل. يعني بما أنكم يعني بهذه الآلية الموجودة ويعني شيء مؤلم جدا للذي يحصل وكذا، يعني لماذا لا تفتحون القطاع الخاص أن يفتح معاهد صناعية ومعاهد زراعية ومعاهد تقنية، يعني بدل ما يفتح معاهد فقط معهد الكمبيوتر وكذا وأنتم لا تراقبوها، إنما مهمتكم تعودون تصريح وبس، معهد لتعليم دوز ويندوز وإكسل ومدري إيش وكذا ويعطي شهادة وأنتم عمدوا الشهادة بس. لماذا لا تفتحوا القطاع الخاص يستثمر في هذا الباب؟ هو شوف ليس لدينا اعتراض على القطاع الخاص، بالعكس لكن ما شجعته، نحن نسعى لأن نتكامل مع القطاع الخاص، وأنا في لقاءاتي المتعددة والمستمرة دائما أؤكد على هذا الجانب. المشكلة هو أنا بقول لك بصريح العبارة في جانب تجاري في المسألة، أنا أنظر إلى المسألة التعليمية مسألة ثقافية مقدسة، يعني هذا أمانة في عنقنا نحن أن يمتلك الإنسان المعلومة والمعرفة، عندما تصبح المعلومة والمعرفة هي بضاعة للتجار هنا نشوف الخوف. ولهذا نحن قلنا لهم وباستمرار نؤكد على هذا إنه نحن على استعداد لأن ندعمكم في كل شيء، شريطة أن تتوخوا هذا الجانب الذي يهمنا نحن في نقل المعلومة والمعرفة، ولا تكون تجارة للطالب ولا تحولها تجارة. يعني يا معالي الوزير يعني الله يسعدك، يعني سامحني في ذلك ولو قطعتك، تفضل. لا أنتم قدمتموها مجانا وبكفاءة عالية، يعني أبناءنا الطلاب لا يعني لا يطبقون عمليا عندكم إلا نادرا، وإن طبقوا أعطيته للطالب 50 ريال يعني ويتم حتى هي قالوا التلاعب فيها. وبعض الطلاب ما تقوله أنت هو متشارك بيننا وبين القطاع الخاص، يعني معليش يعني حتى القطاع الخاص كان يخرج لا يلزمه شيء، لكن بعض الطلاب وأنت تعلم أن بعض طلابكم يخرجون يعني يقتاتون خارج، يعملون خارج في بعض المباني في بعض الكذا، يأخذون سباكة في بعض الأشياء يأخذون، لأنكم ما تقدموا لهم شيئا. فأقصد لا أنتم قدمتم مجانا
وتمنعون القطاع الخاص تقول ما نريد ربحي، والله يكون ربحي القطاع الخاص ويقدم لي كفاءات عالية، ألا ترى أن هذا أفضل؟ صح. لا أنا مقصد ربحي، شوف دحين البعرف أنا في حديثي مع العمداء الكليات الخاصة قلت لهم الكلام هذا، قلت لهم شوفوا الغرب بني انطلاقا من كليات خاصة، من جامعات خاصة وجهود فردية خاصة تشكلت في مجالس دي وربحية، لكن كان الهدف هو نقل المعلومة، بناء الإنسان. دحين الآن عندما نستعرض نحن أسماء زي هارفارد وأكسفورد وما إلى ذلك، ييل، هذه كلها كليات خاصة وخرجت، لكنها بنت مجتمعات لأن الحكومات وخرجت. قدمت لها ميزات وقدمت لها لوائح وأنظمة. مش الحكومات، مسؤوليتها نظرتها إزاء مجتمعها، شوف هو الذي جعلها تحصل. يعني لو جاء واحد الآن يسمعك الآن في دبي ولا في دول الخليج، تاجر يمني أو تاجر مستثمر غير يمني، وقال أنا سآتي إلى اليمن وأنشئ معهد صناعي تقني ثقافي زراعي بغض النظر، هل ستقدم له تسهيلات؟ شوف ليش تقول لك حاجة، في مقولة فلسفية تقول صدق الذي يقول لك أنه يسعى للوصول إلى المعرفة، ولكن لا تصدق أي شخص يقول لك أنه لديه المعرفة. يعني نحن لا نقول أن نملك المعرفة، لا نملك الحقيقة، نحن نسعى. هذه الجهود تقدر من قبل الطلاب، من قبل الكادر التعليمي، ونريد منهم أن يتعاونوا معنا، حتى ممن يرانا اليوم نريد فعلا دعمهم، نريد أن يصدقوا بأننا نحن نمتلك النية الصادقة والرغبة الصادقة في توفير والله مناخ نهوضي للإنسان. أنت الآن أنت الآن تلقي علي تبعات حقبة أنا بريء منها. لا لا مش حقبة، أنا الحقبة وسأقول لك غدا. يعني مثلا معاملكم أبناؤكم يشتكون فيها شكوى مريرة، يقولون لا معامل، لا كهرباء، لا طلاء. يعني لا أنا أشتغل لك حاجة واحدة في الجانب الإيجابي، هلا طبعا هو على ضآلته وشحته. يعني مثلا لدي معاهد كانت تعيش حالة إشكالية ضخمة، اليوم بدأوا يعني يهدأوا، بدأوا يعني يتقبلوا الطروحاتنا نحن، بدأوا يثقوا بما نقول لهم. يعني قد مثلا كان في كلية المجتمع صنعاء خلاف بين فلان وفلتان وكذا والطلاب وتظاهرات، عندما بدأنا نحن نتحدث إليهم وبدأنا نحن نضع لهم تصورنا، يعني كيف نتخيل بعد كذا سنة بعد فترة، استقروا هدأوا، هم يريدوا فعلا هذا اللغة، هذا الكلام، هذا التصور، يريدوا فعلا أن يكونوا جزء من متخيلنا نحن المستقبلي. عندما تندمج هذه الرغبة والإرادة ويندمج هذا الصدق في التعاطي مع الطرف الآخر، مع الطلاب الشريحة، إحنا في سياستنا الآن اعتمدنا شيء واحد، قلنا لهم الوزارة ومن في الوزارة، عمداء المعاهد والكليات والطاقم التعليمي، كلنا في خدمة الطالب. ماذا ستقدم طالب؟ وقلنا للطالب بأنه نحن كلنا نخدمك أنت. الطلاب في أبين لا يدخلوا المعاهد، هذه لأسباب أمنية، ونتمنى أن يعني تزول هذه الحالة فعلا من أجل يتمكن الطالب من الوصول إلى يعني كلية وجامعة. ما قصة المعهد الفندقة والسياحة؟ هذه مسألة هي طبعا جزء منها تتحمل ظروفنا نحن، والجزء الآخر يتحمله كما ذكرنا حالة البقعة السوداء، هذه الرمادية، البقعة يعني لا نقول سوداء لكنها رمادية لا فيها. أيوة. بس جاءت في آخر الحلقة الرمادية. والجانب الآخر هو أنا كنت عندي محاضرة في الساحة، فكنت أتحدث عن الأخضر والأزرق والأحمر اللي هي فرنسا وبريطانيا في تقسيم الشرق الأوسط، بس هناك لون رمادي، هذا اللون الرمادي لم يتحدث عنه أحد، هذا في ساكس بيكو، ومنحت هذا اللون الرمادي لبلجيكا وكانت فلسطين، بلجيكا كانت الدولة المعنية بفلسطين وكان لونها رمادي في توزيع الألوان. فأنا بقول إنه بالنسبة لمعهد الفندقة، معهد الفندقة يعاني للأسف الشديد، نحن تعرف الأوضاع والظروف اللي ما مرينا بها ما كانت تؤهل البلد لاستقبال سوى. يعاني من ماذا؟ يعاني من الأول إدارية داخلية. أولا البلد نفسه لم يتحرك سياحيا، لكن مشكلة داخلية إدارية. الجانب الإداري هو صحيح، هذا هو شوف جانب يماثل كل الحالات التي تعيشها المعاهد الأخرى. والحلول حقيقة، الحلول هو أن نبحث عن كفاءات، وأن نجد إحنا اليوم قرينا إشهار الإعلان في الصحف بحث عن كفاءات لتولي هذه المواقع، وللأسف الشديد كان في الماضي توظف عناصر لا تمتلك مؤهلات وكفاءات مطلوبة.
وفقا للوائح والأنظمة الموجودة لديكم. اللوائح كانت تفسر وتؤول كيفما يشاء المسؤول، كيفما يشاء رجل القرار. هذه هي الحالة التي لا أريدك أنا أن تضغط كثيرا عليه. أنا لن أضغط أبدا، أنا ليس مهمتي أن أضغط، لأنه هو في يعني في شيء اسمه الآخر دوما، هذا الآخر لا يسمى، لكن هو الذي يتحمل القسط الأكبر من هذه التركة. معالي الوزير، أنا والسادة المشاهدين حقيقة نستشعر عظم المسؤولية التي ملقاة على عاتقكم، وأنكم إن شاء الله كفء لأن تسيروا بالعجلة وفقا للنفسية وللطموح الذي تحملونه وللنفس الكبيرة. أنا سمعت منك أنا والسادة المشاهدين مجموعة من العراقيل، وإن كنت حقيقة يعني أنا أقول مفروض ما يحطوكش على وزارة التدريب المهني والتعليم المهني، وإنما يحطوك على وزارة الثقافية ولا وزارة الخارجية ولا غير ذلك، لأني كنت أسأل السؤال فتخرج منه بطريقة لا، لكن العقبات التي تواجهونها وهي كبيرة، وأنا حقيقة اختصرت في أوراق لأني جبت إشكاليات كثيرة. هل أستطيع أن أخذ منك موعد بعد سنة اللي أقف مع الوزير أنا كنت على وشك أن أقترح هذا. أنا اقترحت على كل أنت أخذتها أنا اقترحت على كل الوزراء لأخذ منك أرقاما وحقائق وإنجازات يعني يبشر بها أبناءنا الطلاب، يعني ولا يكون في كلامنا عموميات بقدر ما نأخذ في التفصيل. لا وقتها سندخل في التفاصيل وأرقام محددة، ويكون إن شاء الله ذلك يعني بتوفيق من الله لكم أن تقوموا بهذا الدور المطلوب منكم بإذن الله تعالى. أخذ الموعد منك من الآن بعد سنة. تأخذ تراها أطول فاصل إعلامي يعني ظاهر في العالم كله، فاصل لمدة سنة كاملة يعني. الله يخليك. لا هذا شوف يدل على أن لكم ثقة فينا نحن. الله يسعدك. بأن بعد سنة سنأتي بمحصلة لا بأس بها تستحق مقابلة قيمة وهامة مثل هذه المقابلة مع سيادة. الله أرجو أن أكون أزعجتك بكثرة سيادة. لا ولو أعوذ بالله، يعني شرف كبير أن نحظى بمثل هذه الفرصة. الله يديك العافية. أعزائي المشاهدين، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كانت قضيتنا لهذه الليلة، يعني جبنا في أروقتها وفي غرفها وفي معاهدها وفي همومها، ونقلنا معالي الوزير إلى التطلع الذي يراه في المستقبل، وقال تعالوا بعد سنة وستجدون أرقاما بإذن الله تعالى. نحن لا نمتلك إلا أن نرجو من الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، ونرجو من الله جل وعلا لكل من يعمل على هذه السفينة وعلى هذه الوزارة، نرجو أن الله يوفقهم ويأخذ بأيديهم وأن يعينهم وأن يجعل بإذن الله تعالى الصواب هو دائما همهم، وهو دائما ديدنهم، وهو دائما الذي يقودهم إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. ومن كان في قلبه مرض أن يهديه الله جل وعلا، وأن يوفق الله الجميع لأن تصل البلاد بشبابها الذين هم حقيقة طاقات، وهم حقيقة طاقات ووخامات وآبار لا أقول نفطية بقدر ما هي عقول ناضجة وهمم عالية جدا جدا جدا. كيف وهم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، كيف هم الذين عمروا بلدانا في الخارج، يعني المغترب اليمني عمر بلدانا كثيرة في الخارج، في شرق آسيا، في دول الخليج، في كل مكان، طبيبا كان ومهندسا وعاملا ويعني ميكانيكيا وما إلى ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. باسمكم جميعا أختم هذه الحلقة بأن أشكر معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ النعمان، كما أشكركم على حسن المتابعة، على أن نجدكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.